طب هو يعني كل فعل او كل وصف يبقى ليه عكسه. النهارده لو قلنا التربيه الايجابيه هيبقى عكسها ايه؟ التربيه السلبيه. صحيح. يعني طب ما هو المنهج ده برضو زي ما مني قالت هو منهج او جمله يعني بقت سيئه السمعه ان هي مش متوافقه مع هوانا الشرقي. حلو جدا. مين المطالب منهم انهم يفهموا كلمه التربيه الايجابيه؟ الكلمة التربية الإيجابية دي جت لصيقة مع فترة كان في موضة حاجة اسمها التنمية البشرية. وبالأساس حتى احنا في كلية التربية مفيش حاجة عندنا اسمها كتاب التربية الإيجابية. هو عندنا يا إما تاريخ تربية يا إما أصول تربية أو فلسفة تربية أو علم نفس تربوي. تمام؟ مفيش كتاب أدرسه لأولادنا في الجامعة. يعني هو مصطلح تم انتشاره من خلال السوشيال ميديا بالظبط للتسويق لبعض المراكز. تمام؟ فبالتالي حتى بره المناهج اللي بره هي رؤيات شخصيه لما اتحطت في المنهج العلمي المدروس اثبتت فشلها. يعني لما نروح مثلا للجمعيه الامريكيه لعلم النفس وقالت ان في مناهج تربويه نفسيه جديده فقالوا لا المناهج دي ممكن تخلي اولادنا عندهم نوع من الوهم في الشخصيه او الهشاشه النفسيه فبالتالي بلاش تعلموهم وتقدسوهم. وهنا بقى او هي تنفع عندهم في يعني في المدارس الغربيه ولكن بالزبط. في مدارسنا الشرقيه لو اللي هيتربى بالشكل ده اصل مين اللي قال ان التربيه الايجابيه ما فيهاش عقاب؟ مين لكن التربيه الايجابيه ما فيهاش اهانه وهو اللي احنا اتربينا عليه. احنا ما تهناش واحنا صغيرين والا ما كناش هنبقى اشخاص عارفين نبقى سويين. لكن مين اللي حط الديفينيشنز او مين اللي حط التعريف بتاع ان التربيه الايجابيه مسموح فيها ان الطفل يتجاوز وان الطفل لا خالص دي ما فيش تربيه اصلا بقى لا ايجابيه ولا غيره. والتربيه الايجابيه هي الاساسيات الفلسفيه بتاعتها قائمه على الحوار والقدوه والحب والتسامح ودي من اهم الخطوات اللي ممكن نعملها وموجوده في الثقافه العربيه بتاعتنا مش بعيده علينا. فبالتالي زي ما قلت لابنك لو حبك هيعمل اللي انت عايزه ودايما بقولها يعني دايما ابنك زي ما انت عايش مش زي ما انت عايز. انت عايز ابنك يكون افضل وافضل وافضل وده اللي بيخلي الناس تروح تذاكر تربيه ايجابيه وتحاول تطبقها على اولادها. فهو ونسي في الاساس ان انت لازم تعدل النسخه الاساسيه السورس بتاع ابنك هو انت. انت محتاج انك تعدل بعض الحاجات اللي موجوده عندنا عدلتها وتمام ابنك هيمشي على نفس الخطوات تيبيكال يعني بالظبط خطوه بخطوه لحظه بلحظه اللي انت بتعمله هيعمله. حتى لو محاكاه الصلاه محاكاه الكلام محاكاه ردود الافعال بيطبقها من غير ما ناخد بالنا. فلغايه 7 سنوات انا ما اقولش لابني انك انت كذاب وطول الوقت ما اقولوش انك انت كذاب لان اوقات بيكذب علشان ياخد ميزه اوقات بيكذب عشان ياخد جايزه اوقات بيكذب علشان يدافع عن نفسه اوقات بيكذب علشان ياخد امتيازات. فاعرف اساسيات الكذب الاسباب يعني المشكله بتبقى عند الكبار هم اللي مش بيشبعوا حاجه الطفل للحب او للاحتواء او للتقدير الكفايه. صحيح. فهم اللي بيدفعوا الطفل انه يتوجه ناحيه بالزبط. التصرف السلبي عالج السبب هتلاقي الاعراض بتاعه الكذب خفت كتير وما تشتكيش حد من بره تقوله اصله بيكذب اصله هو كذاب معرفش اتعلم الكذب ده من فين اتعلمه منك. فبالتالي راجع دايما الخطوات اللي انت بتعملها طوال اليوم بتاعك وظبط الدنيا هتلاقي حاله الكذب دي وشجعه على انه يكون صادق وكل مره يقول فيها الصدق. يعني حتى قانونيا اللي بيعترف على نفسه ان هو عمل خطا العقوبه بتنزل. فبالتالي لما عمل خطا معين وخطا يستحق العقوبه تمام لازم تكون عقوبه مخففه او حتى تقول له ان هو كنت ممكن اتفقنا اني بوظت حاجه معينه فاحنا ايه انا مش هقول لك هحرمك من المصروف كامل لكن جزء معين عشان الايام اللي جايه يبدا بقى الكلام ده في سن كام؟ بعد 9؟ بعد 9 سنين ابدا فعلا في حته اخد خطوات شديد. بقى ايه جدة. يعني جده والعقاب هنا مش انه اضربه على وشه ولا الضرب لا لكن اوجه والزام الضرب وعاقب بالشيء اللي بيحبه بالظبط بعض الحرمانات اللي هو بيحبها خروجه معينه خلاص ما الخروجه دي ممنوعه بعض الامتيازات اللي كان بياخدها الحاجات دي ممنوعه واوضح له. اهمهم الحاجات اللي بيحرمه منها هي الحوار معايا ان هو كان بيتكلم معايا وكنا بنهزر وبنلعب فعلى فكره انت عامل خطا فانت لمده 4 ايام ممنوع اللعب معاك لان هو وخليه يحب انه يلعب معاك خليه يحب انه يتكلم معاك وخليه يحس ان هو معاقب بـ 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 بالحرمان منك انك انت كنت بتقعد معاه ساعه في اليوم فيها حوار ولعب وهزار وضحك وتنزل لسنه فساعتها هو الميزه دي اللي هو بابا زعلان فبالتالي ما ينفعش
يعني اخليه يزعل مني. حته برضو التوجيه الديني هو مهم، لكن ما ينفعش اقول له اصل اللي بيكذب بيخش النار، هيترجمها ان ربنا مش بيحبنا وان ربنا جايبنا يعاقبنا وان انا لما كذبت ما دخلتش النار بشكل مباشر هنا والان، فيفتكر ده عادي ما انا بكذب وما بخشش النار، لان هو لسه ما عندوش تصور الغيبيات ان في الاخره و في الحاجات دي هو لم يدركها لغايه سن 7 سنوات، هيدركها بعد 9 سنوات ان في الاخره و هيفهم الجزئيه دي. فبلاش من اول سن يوم لغايه 3 سنوات الجنه والنار والترغيب والترهيب، دي هو عقلياته مش هيفهمها دلوقتي. في بعض الناس بتفهمها بيكون عنده عقليه وقدره انه يفهمها، وفي بعض الناس تعمل له تقريب للصوره.